بدأت رحلة محمد وسيم بعد وصول آخر راكب لدراجة تشينشي التي يقودها. طلبة المدارس وعمال المصانع هم زبائن محمد الذين لا يستطيعون استخدام وسائل نقل أخرى لغلاء سعر التذكرة. لم يبخل هذا السائق على تشينشي بلمساته الخاصة وتزيينها بالألوان والزخارف المحلية وصور نجمات بوليود. تشينشي هو مورد الرزق بالنسبة لأسرتي منذ سنتين، لكن المنافسة بين السائقين تحتدم للفوز بالركاب في بعض الخطوط، ما يؤثر بالسلب على دخلنا إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود منذ أشهر. يتزايد إقبال الركاب على تشينشي في فترات الظهيرة، ويدفع كل راكب ربع دولار ذهابا وإيابا، ما يجعلها تنافس وسائل النقل الأخرى. نعاني من التضخم ولا نستطيع توفير ثمن التذاكر بشكل يومي، لذا فتشينشي هو الأنسب للفقراء مقارنة بالحافلات أو سيارات الأجرة. رواتبنا متدنية للغاية، وبإمكاننا الوصول بسهولة إلى وجهاتنا في رحلات تشينشي على الرغم من أنها ليست مريحة. حددت السلطات خطوط نقل منفصلة لأزيد من 2000 دراجة تشينشي في راولبيندي، وخفضت أعدادها في العاصمة لتفادي ارتفاع نسبة تلوث الهواء. تخطط مدن باكستانية أخرى إلى استخدام تشينشي في خطوط النقل المحلية لتقديم حلول بديلة لذوي الدخل المحدود في رحلاتهم اليومية والذين يعانون من تداعيات الركود الاقتصادي في باكستان. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، راولبيندي، ضواحي إسلام آباد.